42 طالبا وطالبة من مدارس كفرنبل والقرى والبلدات المجاورة لها في ريف إدلب الجنوبي شاركوا في أولمبياد علمي أقيم في المدينة برعاية لجنة حماية الطفل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وإشراف المجمع التربوي في كفرنبل. اختاروا من كل مدرسة من المدارس، عدد المدارس 14 وحدة، من كل مدرسة 3 طلاب، طالب إنجليزي، طالب عربي وطالب رياضيات. تم إجراء المسابقة اليوم. جيت شاركت بهالمسابقة صف سادس، كانت الأسئلة كويسين الحمد لله، والأنشطة كويسة والتقويمي كويسة، والحمد لله الأسئلة سهلة ويعرفنا نحلها. أجريت عملية تصحيح وتدقيق أوراق الطلاب المتقدمين من قبل موجهين تربويين مختصين، ويهدف القائمون على المسابقة إبعاد الأطفال عن أجواء الحرب خاصة خلال الفترة الأخيرة، وإدخالهم في أجواء المنافسة والمثابرة والفرح. نحن نشجع هذا العمل بكل ما نستطيع، لأنه ينمي قدرات التلاميذ ويشعل نوع من حوافز المنافسة بين الطلاب وبين المدارس لازدياد عملية التعليم في المناطق المحاصرة. انتهى الأولمبياد بفوز 3 طلاب سيشاركون في أولمبياد آخر على مستوى المناطق المحررة، يجمع كل الطلاب الفائزين من المجمعات التربوية الأخرى للمنافسة فيما بينهم، كما وزعت في نهاية المسابقة هدايا وشهادات للمتفوقين وللمشاركين في الأولمبياد. إبراهيم سويد، قناة حلب اليوم، ريف إدلب.